تقوم مجموعة من أعضاء جمعية وكلاء السياحة والسفر بالاحتجاج على قرارات الحكومة وما وصف بالتقصير بحقهم ومطالبهم التي قدموها للحكومة، في وقت وصف القطاع بالمنهار نتيجة جائحة كورونا. الحكومة بتاريخ 3/12 وعدت بإصدار موافقة على صندوق المخاطر، لغاية اللحظة 9 أشهر لا نتيجة لا قرارات. الضمان الاجتماعي عالج بعض الأمور الخاصة بالقطاع السياحي، ولكن القطاع السياحي لن يستطيع أن يستدين أكثر لدفع رواتب الموظفين، أيضا إيجارات المكاتب المغلقة. وأيضا زاد الأمر أن وزارة السياحة حقيقة عينت أخرت قانون انتخاب الجمعية، والهيئة العامة تطالب بمجلس منتخب يمثلها ويمثل كافة الفئات. أما موضوع تعيين رئيس يستفرد باتخاذ قرارات خارج إطار الهيئة العامة تضر بمصالح الهيئة العامة، لا تعبر عن واقع ووجع ونبض الهيئة العامة، هذا مرفوض كليا للهيئة العامة. ولذلك نطالب معالي وزير السياحة باتخاذ القرار المناسب بتشكيل لجنة تحظى بقبول الهيئة العامة، وإلا الهيئة العامة لن تستطيع أن تصبر كثيرا، ستذهب في قادم الأيام إلى وزارة السياحة إلى رئاسة الوزراء، وإن لم يستجيبوا سيذهبوا إلى بيت الأردنيين لمناشدة جلالة الملك لإنصاف قطاع شركات السياحة والسفر. ويطالب أعضاء الهيئة العامة بسرعة إقرار نظام الجمعية الجديد وعدم التأخير في إجراء انتخابات الجمعية، وذلك لانتخاب مجلس يمثل الهيئة العامة بكافة فئاته. افرض اي واحد 3 أشهر ما يجيهوش راتب شو بصير فيه؟ هاي اول بند. الدعم ما وصلنا من الحكومة ولا فلس، ولحد الان مضطرين نعتمد على القليل القليل لنستمر بوضعنا. الموضوع الثاني الترخيص، لا زالوا برخصوا، الوضع سيء. نظام الجمعية اللي موضوع يسمح للأجنبي بأن يفتح مكتب، بكرة معظم الأردنيين راحين يخسروا مكاتبهم ويحل محلهم العراقي السوري اليمني الليبي إلى آخره. إحنا عندنا مطالب كشركات سياحة ما شفنا منه أي متابعة لإلها، إن كان على صعيد السياحة الصادرة، إن كان على صعيد السياحة الوافدة، إن كان للحج والعمرة، عندنا مشاكل كثيرة، فما شفنا منه أي توجه أو تحرك إنه يحاول مع أي وزارة أو أي جهة معنية إنه يحل مشاكلنا. الآن هذا الموضوع إحنا بدينا في الجمعية إن استجيبت لمطالبنا بتغييره برئيس يحقق مطالبنا ويتبع الأنظمة والقوانين كان به. إن ما كانت سألتني عن الخطوة الجاية، يعني للأسف ممكن إحنا نتوجه لوزارة السياحة بعد هيك، إذا ما استجبت على رئاسة الوزراء، وبعد هيك أكيد بيت الهاشميين وبيت الأردنيين على الديوان الملكي. ويجد أعضاء من الجمعية أن شركات السياحة والسفر متوقفة عن العمل في ظل صمت وعدم تدخل حكومي، مع استمرار التزام الشركات بدفع رواتب الموظفين المرتفعة وتحملهم لتراكم الديون من أجل المحافظة على الموظفين من أبناء الوطن وعدم حدوث أزمة اجتماعية. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.